بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان واستوديو تحليلي جديد من استاد الاشبال. في البدايه خالص العزاء لدوله الامارات الشقيقه في وفاه قائد عظيم رئيس دوله الامارات الشقيقه الرئيس خليفه بن زايد ال نهيان، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. منذ قليل خرج بيان رسمي من وزاره شؤون الرئاسه بالامارات قالت فيه: تنعي وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو. وأيضا أعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام. وأيضا نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة، مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زوايا من زوايا الوطن. خليفة بن زايد أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه. وأيضا نعى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قائلا: بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم. اللهم إنه حط رحاله عندك فأكرم وفادته ووسع مدخله واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. وأيضا نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. قال الرئيس السيسي عبر تويتر: لقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته والإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وأيضا نعى النادي الأهلي: النادي الأهلي ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة. النادي الأهلي ورئيسه والكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى قائدا من أعظم القادة العرب في التاريخ الحديث المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة والذي وافته المنية اليوم بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده وله الكثير من المواقف المشهودة في سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. والنادي الأهلي ومجلس إدارته إذ يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يلهم الأشقاء الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. للفقيد الرحمة، وللشعب وللوطن العربي الصبر والسلوان. قبل ما نتكلم النهارده عن مباراه مهمه جدا، مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2006، النهارده مباراه قمه، ودايما لما بنتكلم عن مباراه بين الاهلي والزمالك حتى لو في الناشئين بتكون مباراه بتحظى باهتمام وبمشاهده كبيره، والنهارده مباراه مهمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيتصدر جدول المسابقه ومتبقي على جدول المسابقه 3 مباريات، النهارده مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، بنتمنى فيها التوفيق لابنائنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بالمناسبه كمان النادي الاهلي مواليد 2007 حقق بطوله دوري الجمهوريه، النهارده برضو خطوه ثانيه لمواليد 2006 اللي بنتمنى له التوفيق. قبل ما نروح لمباراه النهارده ونعرف ابرز الارقام والاحصائيات عن مباراه اليوم، النهارده ايضا النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا بكره في الدور قبل النهائي، مباراه وفاق سطيف. لعبنا المباراه الاولى هنا في مصر انتهت بفوز النادي الاهلي برباعيه، لكن رسالتي بقى لعيبه النادي الاهلي، دي مباراه نهائيه، مباراه في الدور قبل النهائي. النادي الاهلي اهدافه كبيره جدا، وخاصه الجيل الموجود دلوقتي والجهاز الفني. النهارده النادي الاهلي ربنا اكرمه
وخد البطولة دي هتكون المرة الثالثة على التوالي. فإذا الجيل ده بيكتب تاريخ كبير ويسطر تاريخ من ذهب في تاريخ كل لاعب. أهداف النادي الأهلي كبيرة وطموحات النادي الأهلي كبيرة، علشان بكرة لازم لعيبة النادي الأهلي تاخد الجدية من أول دقيقة في المباراة. عايز أنسى إن أنا كسبت وفاق الصيف هنا في القاهرة 4، عايز أبتدي المباراة بكرة كأني بلعب المباراة وأنا متعادل مع وفاق الصيف في مصر 0-0. لازم ده اللي يوصل للعيبة، وده فعلا اللي قاله الجهاز الفني مستر موسيماني، وحريص عليه إنه دايما يقولوا للعيبة خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا. النادي الأهلي ولاعيبته وكل المسؤولين فيه أغلقوا خلاص صفحة مباراة النهائية ومكان المباراة. كل الحديث دلوقتي عن المباراة المهمة بكرة للنادي الأهلي وفاق الصيف. وفاق الصيف فرقة محترمة، فرقة محترمة جدا، ودايما الكرة الجزائرية مباريات النادي الأهلي مع فرق شمال أفريقيا وخاصة الفرق الجزائرية بتكون مباريات قوية. النهاردة في درس كان قريب في كرة القدم، ريال مدريد ومانشستر سيتي، وشفنا كلنا المباراة واحنا كلنا قاعدين للدقيقة 90 كل الناس قالت مانشستر سيتي صعد، لكن كرة القدم ما بتعترفش غير بالتركيز لآخر ثانية. علشان كده رسالة لعيبة النادي الأهلي، بداية المباراة بكرة مهمة جدا جدا جدا. البداية في التركيز، البداية في الكرات المشتركة، البداية في الضغط، البداية في الالتحامات، البداية في التمركز الصحيح. ده دور اللعيبة الكبار داخل فريق النادي الأهلي. ما شاء الله عندنا لعيبة خبرات، عندنا محمد الشناوي، عندنا اليو دانج دلوقتي اللي بيقدم مستويات رائعه، حمدي فتحي، عندنا علي معلول، عندنا محمد شريف اللي رجع بهدف رائع المباراه السابقه والمعنويات مرتفعه. عندنا لعيبه كويسه، علشان كده دوافع النادي الاهلي بكره كبيره. موسيماني حريص ان يقول الكلام ده للعيبه خلال الفتره اللي فاتت، ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ ان المباراه لسه ما انتهتش. الرساله دي يعني واصله لعيبه النادي الاهلي، لما تشوف النهارده حتى مجلس الاداره، تشوف معاهم هناك الاستاذ العامري فاروق، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق انديل، الكابتن حسام غالي، 4 من مجلس اداره النادي الاهلي موجودين مع مجموعه النادي الاهلي في المباراه المهمه. طبعا تعذر سفر الكابتن محمود الخطيب لبعض الالام في ظهره، فعشان كده النهارده موجود 4 من مجلس الاداره. ده يبين اهميه المباراه. كلام الكابتن محمود الخطيب للاعيبه النادي الاهلي ورسالته المهمه ليهم قبل السفر، وقال لهم ان احنا ما صعدناش. فعليا احنا لسه ما صعدناش، مباراه خدنا فيها خطوه مهمه، لكن على الورق لسه النادي الاهلي ما صعدش. دي رساله مهمه جدا. وامبارح الكابتن محمود الخطيب كمان والنادي الاهلي قفلوا حته ملعب المباراه النهائيه، احنا لسه ما صعدناش فعلا. علشان كده بقول التركيز مهم جدا. ربنا يوفق موسيماني انه يحط التشكيله المناسبه لمباراه بكره. كمان التغييرات على حسب ظروف المباراة، عودة محمد عبد المنعم برضو عودة مهمة جدا، واحد من الأساسيين في دفاعات النادي الأهلي، عمرو السلية على حسب ظروفه هنشوف إذا كان هيكون موجود لا، ده رأي الجهاز الطبي، لكن إن شاء الله هو موجود مع الفريق وهناك بيعمل العلاج الطبي. المنظومة كلها أنا شايف من الصور اللي بتعرض في قناة النادي الأهلي والفيديوهات اللي احنا بنشوفها من البعثة هناك، في تركيز كبير جدا للعيبة النادي الأهلي وايضا الجهاز الفني. وهنا مش هنتكلم عن النهائي، احنا لسه النادي الاهلي ما صعدش، كل تركيزنا وكل كلامنا ان شاء الله اللي هنفرد له برضه مساحه بعد الاستوديو التحليل النهارده مع ضيوف الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، هنتكلم برضه النهارده جزء ازاي وفاق الصيف هيلعب وازاي النادي الاهلي هيواجهه الاستعدادات، وكل الكلام ده هيكون معانا في التحليل الفني في نهايه الاستوديو التحليلي. ولما نصعد ان شاء الله باذن الله نتكلم عن ملعب المباراه، والنادي الاهلي ما بيفرطش في حقوق، نتكلم بعد كده فيه عن المباراة النهائية. نروح نشوف المؤتمر الصحفي وأبرز ما قاله موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وأيضا كابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الأهلي عن مباراة غدا أمام وفاق الصيف في الدور قبل النهائي. We are professionals. We know the stories of football that has ever happened before, and we don't want to be caught in a situation like that before, because we know that how football works, and there are teams that have turned the 4-0 into a 5-0, so we know that and we are aware of that.
So we are here to win the game. We're only here to win the match. It's going to be very difficult. It's not going to be easy because Satif wants to win also. I respect them as a football team. They're a good team. They've won the Champions League before, and they are not in the semi-finals by luck. And you should not be deceived by the 4-0 that happened in Cairo. You should respect Satif. وبيقول له حياتك كرة القدم يعني فيها قصص كتيرة وفرقة كانت كسبانة 4-0 والنتيجة اتحولت عليها وخسرت 5-4 وبتحصل في كل حتة واحنا مش عايزين نكون جزء من التاريخ ده التاريخ السيء ده والمنتدى ممكن تحصل فريق صيف فريق كبير وفريق قوي احنا جينا هنا عشان نفوز ونعرف ان مش هيبقى سهل طبعا هيبقى ماتش قدام فرقة كبيرة فرقة ليها تاريخ وفرقة فوز خدت بطولة افريقيا قبل كده واذا كانت اتفاق الصيف بص المباراة النهائية ده مش من الحظ ده فرقة كبيرة فالمفروض ما نفكرش في 4-0 بتاعت ماتش الذهاب وتخلينا ننسى ان احنا جايين عشان نكسب هنا عشان النتيجه الماتش الذهاب ممكن تاثر علينا بالسلب فهنبدا كاننا جايين عشان نفوز وبالتالي الماتش هيكون صعب مش سهل. Well, my captain is here to talk to answer that question. حضرتك تساله عن مش قلقان من تساهل اللاعبين قال لك كابتن الفريق موجود هو كابتن اللاعبين ممكن هو يرد على السؤال ده. اكيد الناس كلها ممكن تتخوف من الموضوع اللي احنا كسبنا 4-0 في القاهره بس ده كان ماتش خلاص كان 90 دقيقه ماتش خلص خلاص الماضي ما بيرجعش تاني اكيد اللعيبه اللي موجوده عندهم خبرات الفتره اللي فاتت كلها وعارفه يعني اهميه المباراه النصف النهائي عشان تطلعنا خطوه واحده بس للنصف النهائي وبالنسبه لنا احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل تاريخ لنفسنا اللي احنا ناخد الثالثه على التوالي واللعبة فاهمة يعني ايه كمية المباراة وعارفة المباراة تبقى صعبة جدا عشان فريق محترم جدا اللي احنا لعبناه في القاهرة ستيف فرقة قوية ممكن ظروف المباراة الأولانية كان معانا التوفيق عشان كده اللعبة كلها مركزة وعارفة أهمية المباراة واخدة الأمور بجدية أكتر من الماتش الأولاني. No, we playing a normal game for us the score is 0-0 and we come here to play on a game that is 0-0. So I think you understand what will be the strategy when you have 0-0. هتكون استراتيجية خاصة بقولك ما عنديش استراتيجية خاصة احنا بنعتبر نفسنا تعادلنا 0-0 وكان بنبدأ مباراة والنتيجة 0-0 ما عندهاش أي حاجة لينا فأنت متخيل ممكن يكون بيلعبوا ازاي ممكن هيبقى أداء بتاعنا ازاي. It's important for us to score a goal here or two. مهم جدا نسجل هدف أو هدفين هنا. But we know it's not going to be easy. بس طبعا عارفين انه مش هيكون سهل خالص. And we might not even score. ممكن حتى ما نسجلش خالص. But you must also understand that when the player was not red carded, when it was still 11 against 11 on the pitch, we still played very well. بس برضو حضرتك بتقول بعد 35 دقيقة في كارت أحمر بس بيقول لك برضو في الخمس في قبل الطرد لما كان بيلعب 11 قدام 11 فلاعبتنا كانت بتلعب بشكل جيد كانت بتأدي بشكل جيد. But yes the red card gave us an advantage. لكن طبعا الكارت الأحمر اللي خده لاعب وفاء صيف إدى أفضلية للنادي الأهلي إدانا أفضلية. There's a lot of stories that have been written in football about the games. There's a lot of results that have been overturned in football and it has happened, it's reality. So it is possible that they can overturn the results, but they can only do that if we allow them to do that. وبيقول طبعا تاريخ كرة القدم فيه قصص كتير لمواقف زي دي والنتيجة اتقلبت تماما وتم الفريق تاني بالتعويض. فده ممكن طبعا يحصل انا كانش هيك كده في حاجه زي كده اللي كانت حقيقه ممكن تحصل بس ده مش هيحصل الا لو احنا سمحنا لهم ان يحصل ده المفروض يعني ما يسمح لهمش ان يرجعوا بالنتيجه ويعوضوا ويسجلوا 5 اهداف. The pitch is always good here. والملعب دايما بيكون مبصش عليه بس الملعب دايما بيكون كويس هنا. I was here maybe 15 years back or 10 12 years back. جه من حوالي 15 سنه او من 10 12 سنه. To play US my here. لا جه مع فرقته السابقه لعب مع اتحاد العاصمه هنا. And the pitch was good. والملعب كان في حاله جيده. And the pitch is always good. والملعب هنا دايما في حاله جيده. اكيد طبعا المباراه هتبقى قويه مش هتبقى سهله خالص احنا انا زي ما قلت المباراه الاولانيه احنا سهلنا على نفسنا المباراه
بس خلاص احنا نسينا المباراه الاولانيه، فهنفكر في المباراه الثانيه هنا في الجزائر، عشان احنا عارفين وقف سيف فرقه محترمه جدا ولها جمهور، لعبت قبل كده هنا 2018 يعني وشفت الجمهور عامل ازاي والفرقه على ارضها تبقى عامله ازاي والكلام ده كله، واصل للعيبه وهم مركزين جدا وعارفين اهميه المباراه. احنا عندنا هدف واحد اللي احنا نوصل للنهائي، والمباراه تبقى صعبه وزي ما كنتش قال احنا عايزين نسجل هنا وهنقدر ان شاء الله نسجل. احنا لو اديناهم الفرصه هما يسجلوا، بس ان شاء الله مش هنديهم الفرصه ونبقى مركزين ان شاء الله في المباراه. طبعا مرحب بيك. طبعا يعني بصراحه انا دي تاني مره اجي الجزائر، ثالث مره اجي الجزائر بصراحه. يعني شعب الجزائري من شعب يعني المضياف بيقولوا، بصراحه قابلنا بشكل كويس جدا البعثه كلها، والشعب الجزائر يعني شيلنا فوق الراس، الناس كلها بتقابلنا كويس، الناس كلها اي حاجه بنبقى محتاجينها بيبقوا معانا. وامبارح زي ما حضرتك قلت في طفل جه امبارح وفي ناس كتير جت امبارح، بس هم وانا شايف ان في ناس هنا كتير بتحب النادي الاهلي. لا بصراحة يعني الشعب يعني زي ما بيقولوا احنا اشقاء يعني. وطبعا المباراة في الجزائر في مصر نفس النظام، احنا قابلناهم بشكل كويس جدا، وحتى بعد المباراة كلنا سلمنا على بعض، وده اهم حاجة في الكورة ان يبقى في روح رياضية بين اي شعب. وطبعا مبسوط ان انا موجود معاكم هنا في الجزائر. اكيد عامة انا مش بقيم عشان انا برضو حارس زي برضو انا الناس اللي بتقيم، بس هو اكيد طبعا من الاجوان الكبيره العمل لغايه المباراه اللي كابتن الاهلي عمل، هو مثلا سبب كبير جدا مع الفرقه طبعا ان هو يكونوا موجودين في نص النهائي. هو في الاول في الاخر فرقه جماعيه، وهو بصراحه من الناس المحترمه جدا، قابلته في القاهره واتكلمنا مع بعض، وهو بصراحه من الشخصيات المحترمه وجون كبير طبعا. و الفترة اللي فاتت كان عامل ماتشات كويسة جدا وطبعا جون مميز جدا يعني. هو ده كان المؤتمر الصحفي الموسيماني ومحمد الشناوي، وأبرز ما له عن مباراة بكرة. هاخد من كلام الاتنين كلمة مهمة جدا، إزاي النادي الأهلي يقدر يسجل خارج ملعبه، هو ده اللي هيصعب المهمة جدا على وفاق سطيف. كل التوفيق للاعب النادي الأهلي في المباراة المهمة غدا أمام وفاق سطيف في الدور قبل النهائي، وإن شاء الله نبارك لبعض بكرة بعد المباراة. نروح لمباراة النهاردة، مباراة مهمة جدا، قمة الأهلي والزمالك مواليد 2006 تحت 15 سنة. نشوف أبرز يعني الأرقام والإحصائيات عن هذه المباراة. نبدأها الأول بمباراة الأسبوع 32، المباراة النهاردة في الأسبوع 32 من دوري الجمهورية. النهاردة الفرق اللي هتقابل بعض الأهلي والزمالك في ملاعب الناشئين مدينة نصر، المقاولين هيواجه غزل المحلة، مصر مقصة والمصري، الإنتاج الحربي وسموحة، بيراميدز والبنك الأهلي، الإسماعيلي أمام الشرقية الدخان، كوكاكولا أمام إنبي، وزد النهاردة باي. نشوف جدول ترتيب دوري الجمهورية. النادي الأهلي طبعا في الصدارة بيتصدر جدول المسابقة. النادي الأهلي لعب 28 مباراة، فاز في 21، تعادل في 4 مباريات وهزيمة في 3 مباريات، له 74 هدف وعليه 46 هدف في المركز الأول برصيد 67 نقطة. يأتي المقاولين في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، زد في المركز الثالث 59 نقطة، والزمالك اللي هيواجه النادي الأهلي النهاردة في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وإنبي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة. نروح نشوف برضو مشوار الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية. زي ما احنا قلنا دلوقتي النادي الأهلي لعب 28 مباراة متساوي مع الزمالك في عدد المباريات 28 مباراة، فاز الأهلي في 21 وتعادل في 4 وهزيمة في 3، 74 هدف، وده أقوى خط هجوم النادي الأهلي في المسابقة وعليه 46 هدف. الأهلي في المركز الأول 67 نقطة. الزمالك في المركز الخامس، الزمالك ترتيبه في المركز الخامس، لعب 28 مباراة، فوز في 16 مباراة، تعادل في 7 مباريات وهزيمة في 5 مباريات، له من الأهداف 52 هدف وعليه 31 هدف، ونقاط له من النقاط 55 نقطة. المباريات المتبقية للنادي الأهلي في دوري 2006، النادي الأهلي متبقي ليه 3 مباريات. النهاردة المباراة الأولى من الثلاث مباريات، ومباراة مهمة جدا، وزي ما أقول لحضراتكم مكسب النادي الأهلي على الزمالك بيضع خطوة مهمة جدا نحو التتويج ببطولة دوري الجمهورية. الأهلي والزمالك، النادي الأهلي المباراة القادمة هيواجه وادي دجلة خارج ملعبه،
والمباراة الأخيرة في الأسبوع 34 الأهلي هيواجه زد على ملاعب الناشئين بمدينة نصر. دي أبرز الأرقام بمباراة 2006. ما شاء الله عندنا فريق 2006 كمان عندنا 8 عناصر في منتخب مصر، منتخب مصر الناشئين تحت قيادة الكابتن محمد وهبة اللي فازوا منذ يعني شهور قليلة، فازوا منذ شهور قليلة ببطولة شمال أفريقيا. عندنا ما شاء الله عناصر مميزة جدا. هنتكلم دلوقتي بالتفصيل والتحليل الفني عن العناصر المميزة في منتخب مصر، كمان أبرز الأرقام عن مباراة اليوم مع ضيوف النهاردة الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق وأيضا محلل قناة الأهلي الدكتور أحمد ثابت. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. يخوض فريق ناشئي الأهلي مواليد 2006 تحدياً قوياً اليوم حين يستضيف منافسه الزمالك في ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يحتل ناشئو الأهلي قبل ديربي اليوم صدارة المسابقة برصيد 67 نقطة بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم، وله 74 هدفا وعليه 28، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعد خوض 28 مباراة أيضا، فيما يحل الزمالك منافس مباراة اليوم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة بعد خوض 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 وخسر 5 مرات، وسجل لاعبو 52 هدفا ومني مرماه ب 31 هدفا. ويعد فريق الأهلي الأكثر تهديفا في المسابقة ب 74 هدفا، فيما يعد المقاولون الأقوى دفاعية ب 26 هدفا. ويسعى فريق الأهلي مواليد 2006 بقيادة المدرب الواعد سامر عبد الرحمن ومساعده أحمد رؤوف وباقي الجهاز المعاون، يسعى إلى استمرار الانتصارات والحفاظ على صدارة المسابقة. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف النهاردة نجوم الاستوديو التحليلي في استاد الأشبال نجم الأهلي السابق الكابتن محمد حشيش، شرفنا ونورنا كابتن. ازيك يا أسامة، أخبار صحتك إيه؟ الحمد لله أحسن. يعني الكابتن محمد حشيش بعد المباراة السابقة كنا زعناه هنا على قناة الأهلي، كانت برضو بين الأهلي والزمالك، لكن فريق شباب النادي الأهلي كان تعرض تاني يوم لوعكة صحية. الحمد لله، يعني مشيت من هنا ورحت بقى، كان لسه رمضان وكده وفي الفجر حصل بقى اللي حصل ورحت المستشفى على طول بقى يعني. الحمد لله كانت تجربة كانت صعبة شوية بس الحمد لله ربنا كرم وعدت على خير، يعني الحمد لله. الحمد لله على السلامة، ربنا يخليك. شكرا. ايضا محلل قناه الاهلي الدكتور احمد ثابت اللي بقى عضو اساسي معانا هنا في فريق التحليل في استاد الاشبال، مشرفنا ومنورنا يا دكتور احمد. ده نور حضرتك يا كابتن اسامه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لي. الحمد لله على سلامه الكابتن محمد وبالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. دايما يا كابتن حشيش مباريات الاهلي والزمالك حتى لو مباريات الناشئين بتحظى باهتمام وبنديه وبقوه، وتظل مباريات الاهلي والزمالك مباريات قمه حتى لو في الناشئين. لو بنلعب اهلي وزمالك بيبيهات برضه هيظل المنافسه التقليديه ومباريات بتاخد طابع الحماس والجديه وان شاء الله يكون كده النهارده ويبقى فيها حماس وجديه، بس طبعا في اطار الروح الرياضيه، وبرغم ان الزمالك طبعا بعيد عن المنافسه لان خلاص مركز البطوله يعني اوشكت على الانتهاء، يمكن فاضل ماتشين للنادي الاهلي، انما الزمالك بعيد، بس زي ما بنقول ان هو بيعتبر انه مكسبه ممكن تكون بطوله في حد ذاتها. فنتمنى نتفرج على مباراه حلوه، وخصوصا ان الفرقتين بيضموا عناصر كثيره من منتخب الناشئين عندنا. دكتور ثابت والكابتن حشيش بيتكلم قال نقطه مهمه، حتى لو يعني الاهلي ما شاء الله متصدر، الزمالك في الترتيب الرابع، لكن تبقى برضه مباراه اهلي وزمالك برغم ابتعاد الزمالك عن المنافسه لكن مباراه قويه.
طبعا بطوله خاصه قدامنا جدول الترتيب دلوقتي النادي يعني بغض النظر عن الترتيب نادي الزمالك في المركز الرابع يعني والنادي الاهلي طبعا متصدر برصيد 67 نقطه بفارق 3 نقاط عن المقاولين العرب ومتبقي 3 جولات منهم الجوله النهارده 3 جولات عشان الناس برده تكون فاهمه النهارده النادي الاهلي عنده مباراه الزمالك عنده وادي دجله الاسبوع الجاي اللي هو تاسع الترتيب وعنده نادي زد اللي هو اقوى دفاع في البطوله اللي هو ثالث الترتيب فالنادي الاهلي عنده 3 ماتشات صعبه النهارده من وجهه نظري الفوز على النادي الزمالك النهارده للنادي الاهلي بيديك 50% بيحسم لك لقب الدوري 50% لان انت بتكسب النهارده نادي الزمالك عايز يعطلك عايز يخليك ما تاخدش اللقب انت النهارده لو كسبت الزمالك بتاخد دفعه معنويه خلاص بيبقى لسه لك مباراه وادي دجله ومباراه نادي زد اللي هي برده هتبقى تاني اصعب مباراه بعد مباراه الزمالك بتقرب كتير جدا من الدوري خلي بالك انا بشوف السن بتاع سنه مواليد 2006 ده هو يعني زي المستقبل النادي الاهلي اللي هو 16 سنه وعجبني قوي في الفرقه وانا بحضر للاستوديو لقيت ان في 8 لعيبه من النادي الاهلي في منتخب الشباب اقول لك بقى الثمانيه اتفضل حارس المرمى عمر كامل دول الدكتور احمد سالم بتقول عليهم عندنا ما شاء الله 8 لاعبين في صفوف منتخب مصر ناشئين بقياده كابتن محمد وهبه عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي عمر سيد معوض جناح ابراهيم عادل خط وسط ويوسف اسلام خط وسط وهشام مصطفى خط وسط مهاجم احمد محمد عبدين مدافع وعمار وليد جناح وحسام عادل مهاجم والفرقه دي زي ما احنا عارفين فيها التوام حسام وابراهيم كابتن حشيش ما شاء الله لما بيبقى عندك 8 لاعبين في منتخب مصر في فرقه واحده يعني المستقبل مبشر انا عايز اتكلم برضو في نقطه مهمه زي ما احمد قال المباراه النهارده مع نادي الزمالك المكسب بيقربك قوي من البطوله لان خلاص فاضل مباراتين اقرب منافس طبعا هو المقاولين العرب عنده النهارده مباراه يعني تعتبر سهله بيلعب مع غزل المحله اللي هو متزايل الجدول فمباراه سهله بالنسبه له النادي الاهلي فاضل له مباراتين يعني جامدين قوي وادي دجلة ومعروف ان وادي دجلة فرقة محترمة بتلعب على ارضها زد كمان من الفرق القوية داخل في المنافسة وفي مركز ثالث زي ما احمد قال عنده احسن خط مدافعين فبرضو دي مباراه صعبه برغم انها يعني داخل النادي الاهلي انما برضو هتبقى كمان كابتن محمد عندهم الاسبوع الجاي نادي المقاولين انبي في انبي مباراه صعبه برضو مباراه صعبه فدي اللي ممكن برضو تعطلهم شويه يعني هو ما فيش علشان كده الدوري دوري الجمهوريه 2006 هيفضل لاخر جوله اللي انا عايز اقوله بقى بالنسبه للسن اللي هو 2006 ده على فكره يعني من الاعمار الصعبه جدا جدا في مراحل كره القدم لان مرحله انتقاليه ما بين ان انت لسه خارج من البراعم ومهرجانات براعم ولسه في مرحله بقى البلوغ ولسه ما بقتش ما كونتش الشخصيه فالمدرب بيبقى له يعني بيبقى عليه عبء كبير جدا يا اسامه احمد في تظبيط اللاعبين لان ما تبقاش قاصره على النواحي الفنيه والبدنيه فقط لا ده بيكون شخصيه المزاج اللعيب في المرحله دي اللي هو ال 15 سنه بيبقى متقلب ومتغير في لعيبه كتير جدا لما بتلعب ماتشات كويسه وخصوصا لما بيتاخد منتخب مصر ممكن دماغه زي ما بنقول بلغه الكره كده تتقل فدايما عايز يعني ناس تبقى يعني مدرب يبقى واعي قوي للحته دي عشان دايما يخليهم في مرحله التركيز واندر كنترول في حاجات كتيره ولما تيجي فرصه هحكي لان انا كلمت مع الكابتن سامر امبارح فكلمني على بعض اللعيبه اللي موجودين في الفريق لما ومراحل تغيير بعد شويه نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب نعرف تشكيل مباراه هنعرف يعني ما يدور في دماغ الكابتن سامر لكن دكتور ثابت النهارده النادي الاهلي بيسعى انه عايز يكسب ممكن الكابتن سامر يبدا مباراته النهارده ازاي انا شايف ان هو طبعا اكيد هيبدا ضغط هجومي ممكن انا لما تابعت كابتن سامر دايما بيحب يعمل تريكات في مباراه القمه تحديدا او المباريات اللي هي الكبيره دايما بيحب يعمل تريكه يغير في التشكيل او يحط حاجه معينه انا برضو كابتن اسامه انا في نقطه مهمه جدا في 4 لعيبه من النادي الاهلي مسجلين 52 هدف ده قائمه الهدافين يعني انت لو بصيت على حسام عادل وحسام عادل ده قصه يعني لازم نتكلم فيها ان حسام عادل ده هداف النادي الاهلي في دوري 2006 مسجل 16 هدف يا كابتن محمد ورغم كده يعني بيلعب مدافع مع منتخب الشباب الناشئين مع كابتن محمد وهبه بيوظفه مساك
ومع النادي الاهلي هو هداف الفرقه جايب 16 هدف. ما دي ظاهره هنتكلم لا ده انا عايز اتكلم على الموضوع ده عشان ما هو ده اللي كنت بقول لك عليه من شويه. ما شاء الله الولد مميز يعني مع كابتن محمد وهبه بيؤدي اداء رائع في مركز الدفاع مع النادي الاهلي هو هداف الفريق. بس النهارده عشان ما يحصلش تشتيت انا عايز اكسبه للمستقبل، هل هو مدافع ولا مهاجم؟ ما انا دي عايز اكلمك فيها اسامه، انا بس هحكي باختصار كده سريع لان اتكلمت انا وسامر على حسام في الحته دي. حسام جه تغيير مركزه من مساك لراس حربة بمراحل معينه. هو كان بيلعب مساك وجه في مباراه المقاولين في الدور الاولاني سامر لقاه ان هو بيمسك كره كتير شويه وعايز يحتفظ بيها وعايز يرقص وده ما يتناسبش مع موضوع المساك. والاهلي اتغلب المباراه دي من المقاولين فسامر نبهه اكتر من مره على الموضوع دوت وبعد الماتش ده بالتحديد قال لي انا وقفته اسبوعين لانه ما سمعش الكلام عشان احنا مغلوبين واحتفظ بالكوره وده ريسك. فقال لي رحت نقله لصانع الالعاب في المباراه اللي بعدها، لقيت صانع الالعاب بالنسبه له برده بيحتفظ بالكوره كتير ممكن يعطل هجمه ممكن يبقى بطيء فابتديت اغير العبه جناح. فلما لعبته جناح لقيته بيرقص وبيروح وبياخد ضربات جزاء وبيجيب اهداف فرحت حاطه في راس الحربه من يومها اجاد وبقى 17 هدف هداف الفريق. وعايز اقول حاجه بقى بالنسبه عايز اقول حاجه بالنسبه للمنتخب طب اتاخد اتاخد منتخب على المساك وما كانش الكابتن وهبه مقتنع بيه في راس الحربه بس لعبه في الدوره بعد تاني ماتش لعبه ماتشين ثلاثه راس حربه وخدوا بطوله فاقتنع بكلام سامر يعني. طيب نروح لملعب المباراه لزميلنا فاروق صلاح نعرف منه اخر المستجدات هناك واخر استعدادات الفريقين وايضا تشكيل الفريقين. تحياتي ليك يا فاروق، تحيات ضيوف الاستوديو التحليلي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، طبعا برحب بيك يا كابتن اسامه، برحب بالكابتن محمد حشيش واقول له الف حمد لله على السلامه. يا كابتن محمد نورتنا والف حمد لله على السلامه. وطبعا برحب بالدكتور احمد ثابت وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. وقبل انطلاق مباراه قمه الناشئين والجوله 31 لبطوله الجمهوريه مواليد 2006 مباراه من العيار الثقيل. الاهلي صاحب المركز الاول برصيد 67 نقطه، نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 55 نقطه، ولكن مباراه في غايه الاهميه تبقى مباراه الاهلي والزمالك. هو ديربي ان اختلفت المسميات او اختلف ترتيب الفريقين ولكن تبقى مباراه قمه خاصه مع وجود طبعا الحافز لدى فريق النادي الاهلي اللي بيتصدر البطوله من اجل استمرار في يعني في الفوز والصداره ان شاء الله لاقتناص بطوله 2006 والحفاظ على لقبه اللي احرزه الموسم الماضي. اقول لك يا كابتن اسامه، طبعا الكابتن سامر عبد الرحمن على مدار الايام الماضيه اخر لقاء كان خاضه النادي الاهلي امام فريق مصر المقصه يوم الاثنين الماضي وكان انتهى بفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره بسته اهداف مقابل هدف. طبعا كابتن سامر اتكلم مع اللاعبين ضروره ننسى هذه النتيجه الكبيره نركز في مباراه الزمالك، قال انها خطوه ضمن ثلاث خطوات مهمه لاقتناص البطوله. طبعا النهارده الاهلي هيلاقي الزمالك ثم وادي دجله ثم اخيرا ومباراه زد. كابتن سامر عبد الرحمن اعلن تشكيله لهذا اللقاء هيكون مكون من الحارس عمر كامل في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع احمد عبدين ومازن احمد، في اليمين عمر زكريا، في الشمال فارس احمد، اثنين في دايره المنتصف يوسف اسلام وابراهيم عادل، قدامهم صانع العاب هشام مصطفى، على يمينه عمر سيد معوض وعلى شماله ادم سمير وراس الحربه حسام عادل. وبالمناسبه طبعا هو هداف البطوله وهداف النادي الاهلي برصيد 17 هدف، يليه عمر سيد معوض برصيد 13 هدف، ثم اللاعب ابراهيم عادل برصيد 12 هدف، وعمار وليد ب 11 هدف. على الجانب الاخر يا كابتن اسامه، فريق الزمالك اللي اخر مباراه خاضها كانت يوم 19/4 كانت امام نادي المقاولون العرب بملعب نادي المقاولون العرب وانتهت بفوز نادي المقاولون العرب على الزمالك بنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين. كابتن محمد عمر النور اتكلم قال ان الفريق راجع من فتره راحه طويله جدا، كان عنده مجموعه من الغيابات والاصابات، استغل هذه الفتره لكن قال ان اللعيبه ممكن تتاثر بطول فتره الغياب والمده الطويله. اعلن تشكيله وطريقه 4-4-2 لهذه المباراه، رياض زكريا في حراسه المرمى، قدامه الرباعي احمد حنفي ظهير ايسر وعلي نوفل بظهير ايمن، اثنين قلبي دفاع عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد، في نص الملعب محمد السيد اسامه، محمود السيد كاتو،
عبد الرحمن كمال مرجان واثنين روس حربة حسام عاشور وأيمن أمير عبد العزيز. طبعا الفريق اتأثر برحيل هدافه اللاعب عمر خضر اللي كان رحل في انتقالات يناير لفريق زد، وطبعا كان هداف الفريق ب 12 هدف، حاليا هو هداف الفريق هو اللاعب أيمن أمير عبد العزيز برصيد 10 أهداف. طاقم تحكيم دوري ممتاز النهارده لهذا اللقاء بقياده الحكم طارق مجدي، هيعاونه عبد العزيز محسن والمساعد الثاني خالد حسام طه. اقدر اقول لك يا كابتن اسامه واحنا بنختم ان الاجواء اكثر من رائعه، درجه الحراره اكثر من رائعه، الروح اللي بنشوفها ما بين لاعبي الفريقين ما بين الاجهزه الفنيه، تنبأ ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه ما بين الفريقين. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كابتن اسامه لو في اي استفسار او اي تساؤل. بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله اجواء رائعه وملعب المباراه أكثر من رائع، ونتمنى إن شاء الله يكون يوم موفق للاعبي النادي الأهلي بالفوز على ناشئ الزمالك. هرجع أقول تشكيل النادي الأهلي مرة أخرى، لنبتدي لقاء اليوم النهاردة اللي هيواجه الزمالك. في حراسة المرمى عمر كامل، خط الظهر عمر زكريا، أحمد محمد عبدين، مازن أحمد، فارس أحمد، خط الوسط إبراهيم عادل، يوسف إسلام، هشام مصطفى، الخط الأمامي آدم سمير وعمر معوض وحسام عادل. كابتن حشيش، ممكن النهاردة بالتشكيلة الكابتن سامر بدأ بها النهاردة ممكن يفاجئنا بوظائف لعيبة في مراكز أخرى، ولا هيبدأ زي الشكل المعتاد للنادي الأهلي 4-2-3-1؟ لا، هو سامر دايما بيعمل تركات وبيغير، ودي الحقيقة من المميزات سامر أنه هو عنده مرونة تكتيكية في اللعيبة وتوظيف لعيبة. تلاقيه مثلا يعني موظف لعيبة، يعني مثلا زي في لعيب اللي هو آدم سمير ده بالمناسبة سامر جابه من مباراة ودية، من كان بيلعبوا فرقة اسمها الدلنجات من الدهلية من المنصورة، وكان بيلعب جناح شمال، جابه للنادي الأهلي في انتقالات يناير ووظفه النهاردة، شايفينه بيلعب رقم 6، بيلعب ديفندر من اللعيبة الكويسة، واتاخد كمان منتخب، يعني جابه على المنتخب، وده طبعا من اللعيبة الجواكر اللي موجودين في الفريق. لو تبص أسامة برضو المدافعين كلهم بتوع النادي الاهلي، وانت حضرتك بتتكلم يا كابتن حشيش ده الاحماء، احماء لاعبي النادي الاهلي دلوقتي في ملاعب الناشئين في مدينه نصر قبل انطلاق المباراه. اتفضل. لو هنشوف دفاع النادي الاهلي النهارده مش هو الدفاع اللي بدا الموسم، لان حصل تغييرات كبيره جدا ما بين اصابات، مثلا زي لعيب مثلا اللي هو كان امير بيلعب باك ليفت. امير ده لعيب هايل، كان يعني ده امل النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي، جاله طبعا بعد او في مباراه الاسماعيلي رباط صليبي، فابتدى يغير، ابتدى يجيب عمر زكريا كان صانع العاب، ابتدى لعبه باك ليفت. النهارده لما الباك رايت برضو اتصاب بيلعبه باك رايت، ولاعب فارس برضو، فارس كان مصاب في فتره الاعداد وما بداش اعداد برضو، ما كانش من الاساسيين، النهارده بيلعب باك ليفت. يمكن الوحيد اللي هو اساسي من البدايه اللي هو احمد عبدين بيلعب جنبه النهارده مازن. فهتلاقي في تغييرات نتيجه للاصابات والايقافات ضروريه بالنسبه لسامر، اضطراريه ان هو يغير، انما زي ما بقول لك ان هو ما عندوش مشكله في القصه دي. شايفينه النهارده بيلعب برده باثنين راس حربه، حسام عادل اللي هو هداف الفرقه، والتوأم بتاعه الظاهر التوأم بتاعه وحش ولا حاجه، فالظاهر قال يخليهم جنب بعض قدام، بيلعب في حته الراس الحربه، هنشوفه في مكان برضو جديد. وزي ما احنا ما كناش متخيلين ان حسام يجي من المساك من ابعد حاجه لاخر حته اللي هو الراس ابراهيم حربة. جاي من خط وسط النهارده مدافع. ابراهيم بياكد ان شاء الله، اتمنى انه اكد طبعا راي سامر، وان هو يعني يكون هداف النهارده ويلعب برضو مباراه كويسه. مناسبه سامر انت بتتكلم يا كابتن حشيش، عايزين نشوف مع بعض برضو المباراه السابقه اللي فاز فيها النادي الاهلي بسداسيه على مصر المقاصه، ونستعرض الاهداف ونتكلم عنها مع الدكتور احمد ثابت النهارده. لو جبنا بس وقفه الارتكاز الثلاثه الارتكاز، انا بشوف ده الهدف الاول المباراه السابقه كان من كره ثابته، وكرة ثابتة مهمه جدا صح كابتن سامر، من الناس اللي هي بتهتم جدا بالضربات الثابته والضربات الركنيه. ده حسام ولا ابراهيم جاب الهدف؟ ده عشان ابراهيم 17 النهار. ابراهيم 17 ابراهيم 6 حسام، كويس تمام. ثانيه واحده رجع بقى اي وقف هنا. انا بشوف ان طريقه اللعب 4-3-1-2 اللي هي 4-4-2 دايموند، وجهه نظري ان النادي الاهلي بيبدا كده. انا شايف ان اللي معاه الكوره ده ابراهيم عادل هو النهارده محوله لصانع العاب تحت الاثنين الفراوده. وجهه نظري ان انا هشوف ان هو شايف ان عمر سيد معوض هيزق قدام جنب حسام عادل، وهيجي من تحتهم ابراهيم عادل، دي وجهه نظري. والثلاثه الارتكاز
هيبقى يوسف اسلام ارتكاز دفاعي والاثنين الارتكاز المساندين. يعني بص حضرتك في الطريقه دي دول الثلاثه الارتكاز اهم، وادي ابراهيم عادل، ومين اللي جاي من ناحيه اليمين؟ عمر سيد معوض، واللي جاي من هناك حسام عادل. فانا وجهه نظري شايف ان النادي الاهلي هيلعب بالاربعه. هو النهارده مريح عمار وليد، بيأمن شويه، بادئ بثلاثه ارتكاز، يوسف اسلام ده الارتكاز الدفاعي، وعلى يمينه هشام مصطفى، وعلى شماله ادم سمير. وناحيه اللي قدامهم اللي هم 4-3-1-2 بنسميها 4-4-2 دايموند، الثلاثه الارتكاز، وقدامهم صانع العاب ابراهيم عادل هو اللي بيجي من تحت، وعمر سيد معوض اعتقد ان هو ممكن يكون شاف مباراه نادي الزمالك عندهم مشاكل في الرقابه. لو كملنا برضو بقيه الاهداف، بقيه الاهداف شوف اهداف حسام عادل، ده الهدف ده طبعا رقم 17 ابراهيم لعبها لمين؟ لعبها لحسام عادل. فهو لما بيجي من تحت بشكل كويس ابراهيم عادل عنده حته الزياده، فبيتحول كراس حربه. عمر سيد معوض جناح وهداف جدا، يعني هداف من الهدافين الاهلي، وبالتالي هو النهارده بيوظفه كمهاجم بيجي من تحت. بص النهارده حسام عادل في عمليه الضغط والزياده، وان هو بيروح ده كان مدافع وهو حوله لمهاجم، فهو عنده حته الضغط بيضغط بشكل كويس، وعنده السرعات وعنده المهاره، بدليل ان هو ثبت الجون ونيمه وراح مرقصه وجايب جون. فحسام عادل عنده ده هدف تاني برضو، ده الهدف الرابع من الجنب اليمين اللي بيحطها براسه حسام عادل، حسام وبيكملها ابراهيم، بيكملها ابراهيم. فابراهيم دايما بيجي من تحت حسام، يعني حسام هو اللي قدام وابراهيم بشوفه بيجي من تحت. التركه اعتقد ان احنا هنشوفها في عمر سيد معوض. عمر سيد معوض كابتن سامر النهارده عايز يستغله كجناح بيتحول كمهاجم تاني جنب حسام عادل. وابراهيم عادل بيجي من تحتهم. هشام مصطفى لعيب كويس جدا، بس خلي بال حضرتك في التشكيله النهارده في 7 من المنتخب في النادي الاهلي في التشكيل الاساسي مقابل 3 في المنتخب من نادي الزمالك. في فيش غير وليد عمار، عمار وليد هو اللي خارج الخطوط، عمار وليد من اللعيبه المحترمه كويسه قوي، سريع، اللي سامر كمان دايما بيبقى محتفظ بيها على الدكه، لان سامر من نوع المدربين اللي عايز حد جامد على الدكه، لان ممكن ينزل يغير الدنيا. وانت بتتكلم عن الكابتن سامر النهارده في مواجهه خارج الخطوط ايضا، كابتن سامر عبد الرحمن من النادي الاهلي، والكابتن محمد عمر النور من نادي الزمالك، ابن الكابتن الكبير نجم نادي الزمالك كابتن عمر النور. طبعا فالنهارده في مواجهه من خارج الخطوط. طبعا شغل، طبعا دايما مباراه اهلي وزمالك بتبقى محتاجه شغل كبير. يعني مش الشغل قبل المباراه، لا ده من اول السفاره كمان بيبتدي شغل المدربين، لان انا بقول لك اللعيبه في السن ده ممكن تبقى محفظ وقايل كلام وينزلوا تلاقي برضو المباراه حماسيه، الحماس بيفقدهم التركيز وبيفقدهم برضو بينسوا الكلام اللي قاله المدربين، فلازم المدرب يبقى متابع على طول. عايز اقول لك حاجه تكمله كلام احمد، عجبني قوي في الاهداف بتاع النادي الاهلي الزياده العدديه دايما اللي موجوده من اللعيبه، بتلاقي اسامه 4 و5 مكملين بغض النظر ان ممكن واحد رايح انفراد، لا اللعيبه برده بتكمل وراه تحسبا لاي حاجه، كره ترد زي الكره اللي اتلعبت في العارضه وردت متابعه، شفناها متابعه في الجونين ورا بعض. فدي ميزه كبيره. سامر دايما طبعا بيبدا اللعب من بدايه من حارس المرمى، بيعتمد اعتماد كبير جدا على حارس المرمى في بناء الهجمات، بيبدا من تحت مع المساكين والباكين وبناء الهجمه. يبقى النهارده احمد محمد عبدين ومازن احمد ليهم دور مهم النهارده جدا عليهم دور في دفاعات النادي الاهلي، عليهم دور كبير جدا الدفاع. جدا لان زي ما بقول لك هو اعتماد سامر في بناء الهجمات على الاثنين المساكين مع باكين الطرف مع حارس المرمى. لو حصل خلل في الحته دي بتبقى الهجمات مش مرتبه ويبقى فيه لعب عشوائي، لان الفرقه مش واخده على الكور الطويله او اللعب الطويل. فان شاء الله باذن الله النهارده بس اتمنى من الاثنين المساكين ان يلعبوا اللعب برضو في وخصوصا في البدايات، اللعب الصريح المباشر بغض النظر عن الفلسفه والحاجات دي عشان تاخد الثقه، وان شاء الله لما النتيجه تتحسن بمرور الوقت تقدر تعمل اللي انت عايزه. يعني دكتور ثابت النهارده برغم رحيل فنجاده واخر عمل ليه يوم الاحد القادم، لكن النهارده حريص انه يحضر المباراه فنجاده النهارده في ملاعب الناشئين مدينه نصر، وايضا في تواجد لجهاز الفني كاملا منتخب مصر بقياده الكابتن محمد وهبه. طبعا مهم جدا متابعه المباريات ديت بالذات من كابتن محمد وهبه، لان هو اللي ماسك الفرقه النهارده. انت 7 من الاساسيين في تشكيل النادي الاهلي في المنتخب، وثلاثه في الزمالك، يعني في 10 في الملعب وفي واحد على الدكه، في 11 من قائمه المنتخب اللي هم 30 موجودين في الملعب. نسبه كبيره، نسبه كبيره جدا، وبالتالي لازم، وكان مطلوب طبعا من الجهاز الفني للمنتخب ان هو يروح يتابع.
خليني برضو اقول لحضرتك كابتن اسامه ان احنا الاحصائيه اللي هي بتاعه 16 اللي هو الاربع لعيبه من النادي الاهلي اللي هو حسام عادل حسام عادل مسجل 16 هدف هدف الفريق عمر سيد معوض 13 هدف يعني اللي هو محوله انا شايفه النهارده محوله كمهاجم تاني جنب حسام عادل ابراهيم عادل اللي بيجي من تحتهم 12 هدف عمار وليد اللي هو على الدكه مسجل 11 هدف لما تجمع الاربع لعيبه دول تلاقيهم مسجلين كام جول زي ما احنا شايفين دلوقتي الكابتن محمد وهبه والكابتن خالد بيبو واستقبال يعني حار في ملاعب الناشئين مدينه نصر والكابتن محمد وهبه بالمناسبه كان يعني عمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في مرحله مهمه جدا مع مستر كورفر الهولندي واكتشفوا لعيبه كتير جدا للنادي الاهلي والكره المصريه وهو ايضا مدربين مميزين وكابتن سيد معوض كمان بيتابع على طول كل مباريات عمر سيد معوض طبعا موهبه كبيره وموهبه صعبه بصراحه عمر سيد معوض فالاربعه النهارده مسجلين كام جون 52 هدف من اصل كام جون النادي الاهلي مسجلهم في الدوري 74 لما تحسب الاحصائيه دي هتلاقي 70% من اهداف النادي الاهلي مسجلها اربع لعيبه والاربعه في المنتخب اللي هم نقولهم تاني حسام عادل وعمر سيد معوض وابراهيم عادل وعمار وليد اللي هو موجود على الدكه النهارده اقول برضو للجهاز الفني يا كابتن حشيش الاول الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن سامر عبد الرحمن مدير فني كابتن احمد رؤوف مدرب محمد فتوح مدرب حراس عمار فتحي مدير اداري الدكتور احمد جبله طبيب وابراهيم خاطر مدلك ومحمد نحله مخطط احمال وعبد الرحيم عبد البديع جهاز معاون وعاطف ابراهيم جهاز ايضا معاون يعني اتفضل كابتن حشيش تقول ايه عايز اقول برضو ان اتمنى طبعا وجود كابتن وهبه كمدير فني لمنتخب مصر ما ياثرش على اللعيبه في الملعب لان المفروض ان انتوا اللعيبه اللي قالهم احمد الكتير سواء من الاهلي او من الزمالك انتوا خلاص اتشافتوا وتعرف مستواكم وشافكم من خلال بطوله شمال افريقيا فانتوا مش جاي يعني ما بتلعبوش النهارده تحت اختبار فدي حاجه مهمه ان انتوا تلعبوا اللعبه بتاعكم كمان المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي ودي حاجه برضو كويسه فاعتقد ان العاملين دول اتمنى انهم ما ياثروش اعتقد مش هياثر طبعا لعيبه النادي الاهلي لان احنا زعنا لهم مباراه قبل كده واتعرفوا الجمهور بيستنى دلوقتي القناه خلت الجمهور يستنى اللعيبه وتعرف يعني وفعلا زي ما كابتن حشيش قال ان اذاعه المباريات على قناه الاهلي دي خطوه مهمه جدا وقالها واكد عليها كابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب مصر وقال لنا هنا انكم بتساعدوني مساعده كبيره جدا وظهرت المساعده في بطوله شمال افريقيا اللي حصل عليها منتخب مصر للناشئين. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه المهمه جدا النهارده وخطوه مهمه جدا تقربهم ناحيه البطوله. نروح لفاصل وبعد الفاصل معلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان ونقابل حضراتكم بين شوطي المباراه.